ينفع عندها عليه من هنا ولا ايه؟ امو امو سلطان، انت بتنادي على جاز؟ عاملين يا جماعه ايه الاخبار؟ ان شاء الله النهارده هكمل تختيم لعبه ستراي بتاعت القط دي. المهم انا سالتكم في التعليقات عايزين نسمي القط ده ايه، ففي اللي قال لي سميه لوكي او بوشكاش، في القط متمرد او القط توم، وفي منصور اللي ما بيجمعش، وفي زعتر ومشمش وجعفر وكده. بس انا لقيت الاسم بتاعه، الاسم هيكون يعقوب قمر الدين دبيازه. تمام، هيبقى يعقوب قمر الدين دبيازه لان هو شبهه، ف تالي هو ده الاسم اللي لاقي عليه. المهم يلا بينا بقى نكمل، احنا وصلنا هنا المره اللي فاتت. تعالى بقى نشوف الروبوت ده بيعمل ايه. ايه ايه هيضربني ولا ايه؟ اجري. طيب عمل ايه بقى هو كده؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ هي ايه البدايه دي؟ انا لسه ما سخنتش. ما في حد دخل يمين، ده ادخل وراه ولا اعمل ايه؟ اكيد ما مشيش من هنا عشان النور ده. يلا يا قطه، يلا يلا يا يعقوب. مقفول. ندخل من هنا يا دبيازه. مين اللي واقف هناك ده؟ الروبوت ده يجري مني وخايف وبيقع وايه يا جدعان؟ في ايه؟ ولا ده بني ادم لابس وش اصلا بيجري جري بني ادمين؟ ده مش روبوت خالص. قفل عليهم البتاع المحل. ايه بقى ده؟ الزعيم الاولاني يعني ولا ايه؟ ما تفهمونا يا جدعان. ايه ده عينه بتقلب؟ حد فاهم حاجه؟ اروح له. طيب ايه ده؟ ترجم بقى. طيب هو عندهم اللغه الخاصه بيهم فاحنا مش متفاهمين تقريبا. تمام، هو بيترجم لي بيقول لي احنا مش يعني ايه مش متعودين على النوع بتاعك ده، النوع بتاعك ده مش مألوف بالنسبه لنا، انت مرحب بيك في القريه بتاعتنا طالما انت ما بتاكلش حد. ماشي، ادخل بقى معاهم جوه. يعني بيقول لي احنا خوفنا منك، احنا فكرناك زارك. زارك ده تقريبا البتاع اللي هو كان البرتقال اللي بيجري ورايا المره اللي فاتت تقريبا، ولا انا متهيألي؟ ماشي، هتكلم مع حد تاني. بيقول لي انت تعتقد ان انت هتاخد الاسانسير؟ انا عمري ما شفت حاجه كده. انا بكره هبقى 374 سنه، بكره هيبقى عنده 374 سنه. كل سنه وانت طيب يا اسطى. وده هيقول لي ايه ده كمان؟ مش هيقول لي حاجه. وده وانا لازم اعمل لهم 100 كلهم، خلاص انا زهقت. مش معقول اسلم على كل الناس. طيب ادخل بقى اكمل انا. فين اخش الثلاجه طيب ولا ايه عشان الجو حر؟ انا هسيبكم امشي وامشي من هنا عشان ايه؟ انتوا ما ناس تافهه. ماشي، ده باين عليه وعارف حاجات كتير عن المنطقه. ماشي يا عم، ايه رايك نوري له بوستر كارد؟ ممكن يكون عارف المكان ده فين او يكون عارف طريق يودينا ليه. ماشي تعال هوريك البوستر كارد. انتوا تايهين عايزين ايه؟ تمام، بيقول لك المكان ده مستحيل حد يهرب منه ما عدا اللي هم الاوتسايدرز، مش عارف يعني اللي من بره ولا ايه، انا مش فاهم. كلهم ماشوا ما عدا مومو، مش عارف مين مومو ده. عامه انت ممكن تحاول تتكلم مع مومو ده بس هو يعني ايه جيف اب، اللي هو خلاص كبر دماغه من الموضوع او خلاص مش عايز يهرب. بس يعني هو ده الوحيد اللي ممكن يهرب فهنحاول نكلمه. هو بقى بيعيش هناك كده في مكان مش عارفه ايه، اورانج نيون ساين، في علامه برتقاليه بالنيون. ماشي شكرا يا اسطى. ايه العلامه دي؟ هنروح له هناك بقى. واحنا فين؟ احنا هنا. يلا بينا يا كات. ينفع عندها عليه من هنا ولا ايه؟ امو امو سلطان، انت بتنادي على جاز؟ هو ده اللي فوق ده. تعالى نطلع له بقى وخلاص بقى. يلا بينا يلا بينا. طيب انا طلعت في الوش. ايه ده؟ هو ده. ماشي، بيقول مش عارف الضوء ده جميل قوي بس انا نفسي اشوف الضوء في مره من المرات. طيب اوريله الحاجات. بص يا اسطى البوستر كارد اللي معايا. ماشي فكك منه، احنا عايزين نروح لمومو. فهنروح لمومو اللي هناك ده. يلا بينا، تعالى تعالى نروح لمومو. ولا مومو تعمل ايه يا مومو؟ بص لي هنا. بيقول لي ما تضايقش البني ادم ده. ماشي، عشان هو ما
دماغه تعبانه. طب احنا هنكمل طلع فوق ولا هنعمل ايه؟ طيب نقول لها وقعهم له، تعالى لا وقع له. ايه ده في واحد تاني، استنى خد. هو ده مومو؟ ازيك عامل ايه؟ اوه غلط ورمى البتاع غلط. ماشي ايه بقى اللي حصل يعني؟ هو اللغه اللي انا سامعها اللي انا مش فاهم منها حاجه دي القطط بتسمعنا كده يعني؟ طيب اعمل ايه؟ انزل اللي تحت بقى يا جدعان، قولوا لي اي حاجه. طيب انزل، تعال نروح لده. ماشي انا بنضفه تاني، بطل تلعب مش عارفه ايه. شكرا، مفترض ادخل بقى من هنا. شكرا ماشي ماشي لمؤاخذة. حلو ده حلو ده، اعمل ايه بقى هنا؟ قال اطلع فوق. دي مغسله يا اسطى. انا في ايه يا اسطى؟ وديتنا مغسله ليه؟ ماشي ايه ده، عامل بيه بقى البتاع اللي انا اخدته ده؟ ماشي هو خلاص زهق مني. بس يا عم انا ماشي يا عم. ازيك عامل ايه؟ هو في رغي كتير ولا ايه؟ ازيك يا عمو؟ وانا افضل الف حوالين نفسي كده؟ ماشي بيقول لي انت تديني حاجه اديك حاجه، التبادل يعني، الموضوع بسيط زي كده. ده كابل احسن حاجه في السوق، هبدله السوبر سبيريت مش عارف ديترجنت مش عارف يعني ايه، دي مش عارف ميوزك شيت يعني، بدلها بكام؟ بكنز يعني. انا اجيب لك كنز منين؟ انا مش فاهم يعني. فين ام اعملوا خريطه يا جدعان، اعملوا خريطه يا جدعان. طب يمكن اطلع تاني للراجل اللي هناك ده. ايوه ايوه اهو دخلت المكان، اهو المكان اهو. ادخل بقى، قفل مقفول. طيب اطلع هنا يا عم. لا انا كنتش قصدي انزل هنا. مقفول من ايه ده؟ في شباك اهو، في شباك اهو. يا وصلت له. هو بيصلح في التلفزيون ولا في ايه؟ تعالى يا عم. انت مين بقى؟ مومو؟ مومو عمره ما يشتغل يعني، اللي خلانا اسيبه انا هفضل طول عمري لوحدي. ايه انت عايز ايه؟ استنى يا عم اوري لك الحاجات يا عم. الصوره دي بتاعت خروج من هنا، انت عايز تخرج من هنا؟ قال له ما تضايقنيش، ده تضيع وقتك، مش هتستفاد منها اي حاجه غير الوحده والاحباط وكده. اصحابي هم كمان عندهم احلامهم وعندهم الحلم ده، بس كلهم مشوا وانا بقيت لوحدي. انا بحاول اوصل لهم بس المحول ده بايظ. ماشي هو بقى اصحابه اخدوا نوتس او اخدوا يعني ملاحظات وبحثوا عشان يطلعوا من بره، وخد دي لو انت فعلا عايز تخرج من هنا. ايه بقى دي؟ انت دلوقتي مع نفسك. انا خلاص مش عايز اخرج من هنا، ربنا معاك. ماشي وده بيقول لي مومو حزين جدا بيفتقد لاصحابه. خلاص يا جدعان الفيلم الروائي ده في اربع اسامي ومومو اخر واحد، بيقول له تقريبا مومو ده اخر واحد اتضاف يعني. طيب احنا لازم نلاقي الباقي بتوع النوت بوكس يعني، انا هدور على النوت بوكس دلوقتي. طيب نخرج تاني ونشوف هنروح فين بقى. بيقول له الرمز ده اللي في النوت بوك بيتناسب مع الرمز اللي معانا. ايه بقى الرمز اللي هناك الاحمر ده؟ ماشي ده شكله يعني خيط هيودينا للبتاع. تعالى بقى نركب البتاعة دي، هيودينا لفين؟ هنا ماشي. مش عارف حاسس اللعبة بقت يعني عميقة زيادة عن اللزوم وهي هتافهة أساس. ماشي اهو هدخل من هنا ولا اعمل ايه؟ كمبيوتر، هكتب حاجة. ايوه جمعت كمان بتاعي اهي، كويس قوي. ماشي يبقى كده جمعنا مومو وجمعنا كليمنتاين، كويس كل حاجه ماشيه وفقا للخطه. ماشي كده جمعنا 2 من 4، نفضل بقى نلف حوالين نفسنا كده في الاماكن كلها لغايه ما نجمع الاربعه نوتس دول وكده يعني. ايه ده؟ جراندا كلوزنج. ماشي ده بتاع الهدوم ده. وانت يا عم قاعد كده ليه؟ ده عايز كابلات يعني، ممكن بتاع الكابلات اجيب له كابلات لده. واستنيه يعني بتاع الكابلات كان عايز كنز، يبقى انا اجيب كنز، كنز ابدلها بالكابلات واجيب لده الكابلات. ايه ده؟ ماشي بيقول لي ده خبط على الباب واستنانا نفتح. فتح. ازيك عامل ايه؟ ماشي هما بيبرمجوا وبتاع ونفسهم في يوم من الايام يطلعوا من الجحيم اللي هما عايشين فيه ده.
يلا نقابل الراجل الطيب ده. ماشي مفيش اضافة، ندور طب هنا يمكن نلاقي حاجة اكيد يعني. دخلنا هنا كده على الفاضي. ايه ده؟ ايه بقى البتاع اللي انا جمعته ده؟ ايه العالم ده؟ مين دول؟ اقدر اساعدك ازاي؟ انا اسف يا باشا بوظت لك المنظر برضو والحاجات، انا اسف بس انا حاليا قطه فما ينفعش تعمل معايا اي حاجه. هاي طب وهنا ايه؟ هو بيفتكر حاجات بقى. ماشي الذاكره رجعت شويه اهو. ماشي بقى 7% الذاكره بتاعته يا عيني. انا ممكن اسمي الآل اللي معاه ده منصور، يبقى هو اللي ما بيجمعش، والقط نفسه يعقوب قمر الدين دبيازة. يلا دبيازة. ايه ده بقى؟ ايوه هاتلو كنز. يا استنى يا ابني انزل. كويس قوي كده بقى، عايز اروح للراجل ده. طب مفيش خريطه افضل انا هلف حوالين نفسي عشان اوصل له كده؟ اه هنا 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 هنا. هات بقى الكابل اهي يا عم. ايه ده؟ مش هي الكنز اللي انت عايزها؟ انرجي درينك اهو. بتهزر يا عم؟ 3 انرجي يعني انا افضل اعمل انرجي 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 وان انرجي درينك اهو يا عم. اهو يا عم خد اهو. هير وي جو. ماشي اخدت منه بتاع اهو. ايه ده بقى معايا 4 من 8؟ والكابل ده عايز ايه بقى عشان تبدله؟ سوبر سبيريت مش عارفه ايه يعني، في كذا حاجه. طب ده ايوه كده جبت منه الكابلات. ماشي حلو قوي. يبقى الكابلات دي روح بقى للولد اللي هو كان ضايع ده. طيب كان في بقى واحد محتاج الكابل ده وكان قاعد حزين. ايه ده؟ هو ده معاه مزيكا. هو مزيكا ليه؟ استنى استنى معايا حاجات مزيكا ليك. ايه روعه انتايتلد ده؟ ايه هيلعب مزيكا؟ طب اديني حاجه. طيب يا عم انت تفضل تلعب مزيكا يا باشا. ايوه يا عم ده عايز تاني. خد يا عم تاني اهو. لا 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 ده انت راجل فاضي. اذا فانا لازم احفظ الطريق. بس اسكت بقى كفايه صداع بقى. ايوه هو ده الحزين. هو ده. خلاص يا عم عرفت ان انت عايز الكابلات. خد الكابلات اهي. حلو هيعمل ايه بقى يا جراند ما انتي؟ ماشي اعطتني ايتم اعمل بيه ايه؟ ماشي عملنا الجراند ما يا عم خلاص اعطيناها خدها وعملت لي بتاع صوف. مفترض بقى اعمل ايه؟ طب انت هتفيدني بايه طيب لما انا اخلص لك كل المزيكا دي؟ عادي يعني عادي عادي بلعب بيبسي مان وانا مشقلب الدراع عادي يعني. ايوه في بتاع اهي، في بتاع اهي. نزلي لي 2 عشان يبقى معايا 3. ايه ده؟ افتكر حاجة؟ طيب كان في بني ادمين هنا واضح انهم كلهم ماتوا. ماشي بقى كده 11%. ايه ده؟ طب ايوه الارقام دي هجيبها منين؟ ده هنا في خزنة هتتفتح ممكن تبقى الورقة التالتة. يبقى انا قربت يا مسحر. ايه ده؟ 1 2 8 3 هو ده الرقم؟ ايه ده؟ ميوزك كمان واحدة بتاعت المزيكا كده معايا 5 من 8. مفيش كمان واحدة كده بالمرة؟ طيب ريميمبر. ايوه اطلع 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 ريميمبر يا اسطى زود الذاكرة. ماشي كده بقت 14%. طب راح بقى اشوف الخزنة المرحلة اللي اتدوخ دي اهي. كويس 1 2 8 لا 1 2 8 كام بقى؟ 3 صح 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 3 صح اهي. حلو كده معايا 8 من 8. في حاجة تاني؟ طيب مفيش حاجة تاني. بتاع المزيكا اهو تعالى يا عم. ازيك جمعت لك 8 كلهم. 5 و8 ده لسه في 6 و7 وايه يا عم ده؟ ينفع
ينفعش اروح له اديله الورقه الاخيره واخلص انا. فاش ايه ده؟ ايه اللي فوق ده؟ اطلع اطلع. ريمبر، حلو، حاجه للذاكره. ماشي اهو، افتكر بقى ايه كده كام في الميه؟ 18%. حلو قوي. انا مش عارف هو لما افتكر بقى كل حاجه اللي هيحصل له يعني، بس ماشي. ادينا بنتمشى. اوه ترجم. ماشي بقى، معايا مفاتيح. ماشي، لقيت مفاتيح. و ايه بقى؟ بيقول ورا الكتب حاجة. ايه ده؟ اوه حلو قوي، ميوزك شيت. يا رب يكون مش عايز شيت تاني اللي انا اتخنقت منه. تلاجة اهي، تلاجة اهي. استنى استنى استنى. ياه، هات يا عم. هو كان عايز تلاتة، انا كده هيبقى معايا اتنين. هي اللعبة مالها بقت صعبة ليه كده؟ اوه في واحدة تحت، في واحدة تحت. يا انتوا جنب بعض جنب بعض وانا داخل عليكم الصبح يا ولاد اللذينة. كده جمعت التلاتة، روح بقى للراجل اللي هو اللي بيبيع ده. ايوان ايوان ايوان. هات بقى البتاع ده يا عمو. تلاتة درينك اهو. هير وي جو. ايوه كده. ريمبر يا عم الحاج. 22%. طب انا كده استفدت ايه؟ كده خلصنا الراجل ده. طيب خلاص، هو كده خلصنا كل حاجه عنده، ما عندوش اي حاجه تانية يبدلها معانا. ايه ده؟ مش الحاجات المنوره دي بتاعت ال، انا شايف ثلاثه، مفترض انا عايز ورقتين. مش الحاجات دي اللي هي بجمعها انا؟ كنت هنا وعمال الف حوالين نفسي ونزلت من هنا وما كملتش. العلامه اللي هي دي، البالونه دي او دي، الاثنين دول مش عارف بقى. هو الفيشه؟ طب انا الفيشه دي بتاعت ايه بقى؟ طب خليها اركبها يا عم. وانا ده بتاع ايه؟ ده باور سبلاي. ماشي، طب انا هاته. بيركب هنا. اوه ده انا بنزل هنا. طب هو واقع مني. استنى، ما علينا، مش فاهم حاجه. ماشي ماشي ماشي، ابهدل الدنيا انا بقى. ايه بقى؟ اوعى 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 اوعى. نوت بوك اهي. حلو كده، جمعت ثلاثة، فاضل واحدة. نفس الحركة تاني. ماشي يلا بينا. ماشي، وانا البيت ده دخلته. حاسس ان كنت هنا. ميوزك ميوزك ميوزك، خدها. حلو يا اسطى يا راجل، يلا بينا. يفتح؟ ما بيفتحش من هنا. ماشي، يبقى لازم الاقي طريق تاني. ماشي، انا دخلت هنا قبل كده، انا دخلت هنا قبل كده. اه عديت من دي وسبت دي، سبت دي. ده انا لا، ادور كويس بقى، ندور كويس. غالبا انا كده لقيت كل الميوزك بقى، مش عارف، او فاضل واحده بقى، الله اعلم. انا تقريبا هنا لما لقيت النوت، صح؟ انا بقالي ساعه ونص وخمس دقايق بلعب يا جدعان. طيب انزل هنا تاني. هو هنا المفاتيح؟ مش عارف والله. في كان في كتب ولا مش ده المكان ولا ايه؟ يعني انا جيت هنا قبل كده، بس غالبا انا لازم اوقع مزيد من الكتب، عشان هو قال لي هتلاقي ورا الكتب الخزنه اللي ورا الكتب فيها الحاجات. فانا فضلت اوقع في كتب بس ما كملتش. فغالبا في لوحه اهي، اقراها. هل اعمل اي حاجه؟ فغالبا افضل اوقع في الكتب كده زي المره اللي فاتت، لما فضلت اوقع في الحاجه ولقيت الرمز. يعني تقريبا هي الكتب دي. لا، اه ايوه 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 ايوه. يلا يا عم يلا بينا. فيها ايه بقى؟ جمعت كل النوت بوك ده بتاع الدوك. يبقى كده نرجع لمومو بقى بالاربع حاجات دول. تمام، مفيش حاجه تانية معاهم. هات اللعبه دي. طيب خليك انت نايم كده، روبوت ونايم، مش عارف ايه ده. يلا يلا نشوف مومو الاول وبعد كده ايه
نبقى نشوف الميوزيشن اللي عمال يلعب بالموسيقى ده. يلا يا عم ماشي، وانا لازم اوريهم له كده واحد واحد. حلو كده بقى ايه، هنعرف نتكلم على العالم الخارجي ويصلح البتاع وبيشكرني وكده احنا ماشي. ليتس فيكس، يلا بينا يلا بينا نصلح البتاع الزباله ده. صلح يا عم. اشتغل، تعالى معايا. ايه ده؟ يعني لو انت عرفت تعمل البتاع ده المستقبل ده على القمه بتاعه التاور اللي هو البرج، احنا كده هنبقى قادرين ان احنا نتواصل مع المدينه كلها. اكيد صحابي هناك. ماشي، اخدت انا الريسيفر يا اسطى. انت الوحيد اللي صغير وسريع فعشان تعرف تفلت من الزاركس ونيد يو مش عارف. يبقى انا هفلت من الحاجات دي، هطلع اجري منها تاني. ايه بقى؟ طب استنى ادور في شقته الاول يمكن الاقي حاجه. والله العظيم يا جدعان اللعبه بقت مش عارف، حاسس بقت مش غريبه. يعني انا كنت همشي دلوقتي واروح اشوف بقيه المهمات. ما علينا ما علينا ما علينا، نكمل. وبعدين ترتيب حتى الحاجات، الورقه يقول لك دي الورقه السبعه، دي الورقه الخامسه، دي الورقه، قول لي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه كده، ما تلخبطنيش يا عم. طيب ماشي يا عم، يلا بينا نروح للبتاع. طب انا اروح اللي هو الراجل بتاع المزيكا ده الاول ولا اعمل ايه؟ قفل عليا الباب. طب انا عايز اروح الراجل بتاع، ماشي نركب البتاع ده جردل. يلا 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 يا روف توبس. يبقى انا كده عديت هنا. افترض بقى ازرع الجهاز في اعلى مكان في البتاع اللي هو اللي فوق خالص ده. طيب 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 طيب، بسم الله امشي. مش عايز امشي ليه؟ وانا هطلع ازاي بقى طيب الحاجه اللي فوق خالص دي؟ ولا البرج فين؟ ولا انا فاهم غلط؟ ولا هو ده بتاع الاريال ده؟ طيب انا بقول نكتفي بهذا القدر المره دي، وان شاء الله نكمل بقى المره الجايه. كانت صعبة جدا المرة دي، مفترض ان انا كده وصلت لمرحلة جديدة ومش عارف، في حاجات كتير هتقابلني هناك واطلع اجري منها وربنا يستر. انا كده هنزل على السلم ده واطلع اجري وهم هيجروا ورايا. ماشي تمام كده، كنت خلص فيديو النهاردة. ما تنساش تقول لك سبسكرايب للحاجات الحلوة دي، اتفرج على الفيديو في السنة اللي جاية. ولا سلام.